ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناة اكلتك. زي ما اتفقنا ان كل فيديو هنجيب نوع من انواع الخضار ونطلع منه 5 اكلات مختلفة. يلا بينا نشوف ايه نوع الخضار بتاعنا النهاردة وايه هما ال5 اكلات دول. نوع الخضار بتاعنا النهاردة وهو الخرشوف. مش كتير بياكل الخرشوف مع انه مفيد جدا، عشان كده حبيت اجيب لكم الخرشوف ب5 وصفات مختلفة. اول وصفة معانا وهو خرشوف بالليمون مع الخضار. هجيب الخرشوف وهغسله كويس جدا واقطعه شرايح او زي ما انا عايزه اقطعه ازاي، واشوحه على النار مع البصل مع الجزر مع التوابل بتاعتي مع معلقه الثوم، واشوحهم كويس جدا. وبعدين هضيف معلقتين دقيق وابدا بالتقليب. هكون مجهزه بقى كوبايه ليمون، لان هو ده الصوص بتاعي. هكون مجهزه كوبايه ليمون معايا وانزل بيها على الخضار في الطاسه واقلب. هلاقي معايا بدا صوص كده مكرمل للليمون وطعمه حلو جدا، وجربوه وهتقولوا لي رايكم في ايه. رقم 2 معايا وهو الخرشوف بالبطاطس. هنجيب الخرشوف نقشره ونغسله كويس قوي، وبعدين هكون مجهزه بطاطس مسلوقه، حاطه بقى عليها التوابل بتاعتها، بابريكا وكركم وكاري وكمون وكل اللي انا بحبه، ومعلقه شطه لو انا عايزه، وهرسهم كويس جدا واحط عليها شويه كزبره خضراء كده هتديها طعم حلو. واحشي فيها الخرشوف سوري هحشي الخرشوف بالبطاطس، واحط بيض وبقسماط وهقليه على النار، طعمه حلو جدا والاطفال هتحبه كمان جدا. تالت اكله معايا وهو خرشوف باللحمه المفرومه. هسلق الخرشوف نص سلقه كده معايا، وبعدين هكون مجهزه اللحمه المفرومه بتاعتي مع الصاجاها على النار، وحط عليها التوابل ليمون وكمون، وحط عليها شويه قرفه تديها طعم حلو جدا، وما انساش طبعا جوز الطيب لان هي اللي بتدي اللحمه الطعم بتاعها اللي احنا بنشوفه بره او احنا بنحبه يعني. وبعدين هجهز صينيه عندي، هكون حشيت الخرشوف باللحمه المفرومه وحط عليها مكسرات لو انا حابه، وادهن الصينيه وادخله الفرن. حابه احط صلصه مفيش مشكله، حابه احط بشاميل برده مفيش مشكله، زي ما انت حابه، وترشي بقى جبنه كده في الاخر ودخليه الفرن، طعمه حلو جدا وكمان مفيد. رابع اكله معايا وهو خرشوف بالبشاميل. هجهز الخرشوف بتاعي طبعا واغسله كويس جدا واقطعه زي ما انا حابه، شرايح بقى مكعبات زي ما انا حابه، واكون مجهزه البشاميل بتاعي تقيل او خفيف زي ما انا حابه برده، واحط الجبنه فيه. هعمل ايه بقى؟ هاخد نص البشاميل ده هقسمه نصين، نص هقلب فيه الخرشوف بتاعي الاول، النص التاني ده هعمل فيه ايه؟ هخلطه مع بيض وجبنه موتزاريلا او اي نوع جبن انا بحبه. الخرشوف اللي انا خلطته هحطه في الصينيه، وبعدين الخلطه الجديده اللي انا عملتها هرشها على باقي المكون بتاعي واحط عليها شويه جبنه وادخلها الفرن، طعمها هيبقى تحفه جدا ولو جربتوها هتحبوها كمان. خامس اكله معايا وهي والاخيره كمان هيبقى سلطه خرشوف. مفيهوش اي حاجه خالص، هنجيب الخرشوف ونسلقه ومع شويه بقدونس وحبه زيت زيتون حلوين كده واي نوع خضار احنا بقى بنحبه، ممكن نقطع فلفل الوان، ممكن نقطع جزر، اي نوع خضار احنا حابين نحطه مع سلطه الخرشوف، تمام، هيديها طعم حلو جدا. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، ولو حابين نحط زبادي مفيش مشكله، هنحط الثوم على زبادي على معلقه زيت زيتون على التوابل بتاعتنا مع الخضار اللي احنا هنحطه، ونقلب ونحط سلطه الخرشوف دي مع الغدا، وجربوها مش هتخسروا حاجه. دول ال5 وصفات بتوعنا، يا رب يكونوا عجبوكم، واللي هيجرب حاجه فيهم يقول لي رايه فيها ايه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشوفكم مع مكون جديد وفيديو جديد. باي.